بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا هنعرض لموضوعات معينة مش بترتيب المذكرة وإنما بترتيب الأهمية. وقلنا أول موضوع هنشوفه حاجة اسمها حق التصدي. حاجة اسمها حق التصدي، وهندرس بعد كده الادعاء المباشر. احنا قلنا من الذي يقوم برفع الدعوة الجنائية؟ النيابة العامة. من الذي يحتكر رفع الدعوة الجنائية؟ النيابة العامة. يبقى الذي يقوم برفع الدعوة الجنائية والذي يحتكر رفع الدعوة الجنائية هو النيابة العامة. لكن استثناء ممكن المحكمة تباشر أو تحرك الدعوة الجنائية فيما يعرف بحق التصدي، أو ممكن تباشر الدعوة الجنائية فيما يعرف بجرائم الجلسات، بل والأخطر من ده كله ممكن المضرور من الجريمة يباشر أو يحرك الدعوة الجنائية من خلال ما يسمى الادعاء المباشر. يبقى كم استثناء كده يا جماعة؟ ثلاثة: حق التصدي وجرائم الجلسات والادعاء المباشر. تعالوا نبدأ أولا بحق التصدي. أول حاجة أشوفها معنى حق التصدي، عدوا فروا في الورق إن شاء الله تقطعوا. أول موضوع هندرسه يا جماعة حاجة اسمها حق التصدي. ما معنى حق التصدي أولا؟ المفروض إن النيابة العامة هي التي ترفع الدعوة الجنائية، لكن المشرع أتى في حالات معينة واعترف لمحكمة الموضوع أو لمحكمة النقض عندما تنظر الطعن للمرة الثانية إن هي تتصدى لنظر الجريمة دي. يبقى إذا قال محكمة الجنايات مثلا أو محكمة الطعن عندما تنظر محكمة النقض عندما تنظر الطعن للمرة الثانية. انتوا عارفين من سنة تالتة محكمة النقض هل بتنظر موضوع القضية ولا محكمة قانون فقط؟ محكمة قانون. لكن استثناء برضه قلنا في سنة تالتة إن هي لما هتنظر الطعن للمرة الثانية تتحول إلى محكمة موضوع. يعني إيه تنظر الطعن للمرة الثانية؟ يعني محكمة النقض بتحاكم مباراة طعن بالنقض، جت محكمة النقض قالت لا الحكم غلط، هل تتصدى للنظر في القضية ولا ترجعه لمحكمة الجنايات؟ ترجعوا لمحكمة الجنايات. لو محكمة الجنايات اضطرت على حكمها محكمة النقض هنا هتنظر الطعن للمرة رقم كام؟ للمرة الثانية. تبقى كأنها محكمة موضوع بالضبط. يبقى الذي ينظر حق التصدي أو الذي يتصدى، من هي المحكمة التي تتصدى؟ محكمة الجنايات أو محكمة النقض عندما تنظر الطعن للمرة للمرة الثانية. دي المحكمة التي تتصدى. طيب ما هي أحوال التصدي؟ يعني ايه تصدي ويعني ايه احوال؟ ثلاث حالات بالضبط. اولا اذا تبين للمحكمة متهمين جدد غير المتهمين اللي قدمته بالنيابة العامة. يعني النيابة العامة قدمت جريمة قتل المتظاهرين فلان وفلان وفلان، هم دول المتهمين. المحكمة وهي بتحقق التحقيق النهائي قالت لا ده في خمسة متهمين تانيين. هل النيابة العامة قدمتهم في المحاكمة؟ لا. لما تيجي المحكمة وتقول أو ترفع عليهم الاتهام معنى كده إن هي تصدت ولا ما تصدتش؟ يبقى هي حركت الدعوة الجنائية ضد الخمسة المتهمين. يعني أول حالة إذا ظهر متهمين كتر سواء بوصفهم فاعلين أو بوصفهم شركاء. دي نمرة واحد. نمرة اثنين عندما تظهر وقائع جديدة. عندما تظهر وقائع جديدة بعكس الحالة الأولى. الحالة الأولى التغيير كان في مين؟ في المتهمين. الحالة الثانية النيابة العامة قدمت متهمين بوقائع معينة، المحكمة ما لقيتش متهمين جدد لكن لقيت إن نفس المتهمين ارتكبوا وقائع جديدة، فممكن تتصدى لهذه الوقائع. نمرة ثلاثة إذا حدث خارج المحكمة أمر يخل بأوامر المحكمة أو بالاحترام الواجب لها أو يؤثر في القضاء أو يؤثر في الشهود. ممكن المحكمة تقضي تتصدى إذا حدث خارج المحكمة. إذا حدث إيه؟ ما هو لو داخل المحكمة تبقى الجريمة من جرائم الجلسات على فكرة. لما يحدث خارج المحكمة أي شيء يخل بأوامر المحكمة أو بالاحترام الواجب لها أو يؤثر في قضاتها أو يؤثر في الشهود. واحد برا المحكمة حاول يرش الشاهد مثلا، دي جريمة ولا مش جريمة؟
جريمه. طب ما في هذه الحاله المحكمه تتطلب تنظر القضيه اللي هيمثل امامها الشاهد، تنظرها ولا ما تنظرهاش؟ تنظرها. يبقى ما هي احوال التصدي يا جماعه؟ ثلاث احوال للتصدي. اول حاله اذا وجد متهمين جدد، ثاني حاله اذا وجدت وقائع ايه جديده، ثالث حاجه اذا حدث خارج المحكمه امر يخل باوامر المحكمه او الاحترام الواجب لها او التاثير في قضاتها او التاثير في الايه في الشهود. يبقى انا شفت معنى حق التصدي وشفت حالات الايه التصدي. نمره ثلاثه، شروط التصدي. شروط التصدي يا جماعه شرطين بالظبط. اول شرط لازم تكون المحكمه اتصلت بالدعوى المعروضه امامها اتصالا صحيحا. لازم تكون المحكمه اتصلت بالدعوى المعروضه امامها اتصالا ايه؟ هي المحكمه بتتصدى بدون دعوه قدامها ولا بيبقى في دعوى؟ وفي المثال في الامثله الثلاثه او في الحالات الثلاثه اللي انا قلتها بيفترض ان في قضيه معروضه على الايه؟ على المحكمه. لازم بقى القضيه المعروضه على المحكمه دي تكون المحكمه اتصلت بها اتصال صحيح. يعني كانت مختصه بيها ورفعت بشكل صحيح الى اخره. النقطه الثانيه والشرط الثاني، لازم يكون من الجائز التصدي بالنسبه للوقائع الاخرى. يعني لو الوقائع الاخرى كانت النيابه العامه طلعت فيها امر بان لا وجه لاقامه الدعوه، في هذه الحاله هل يجوز التصدي من المحكمه؟ لا. الوقائع الاخرى لو كانت انقضت الدعوه الجنائيه فيها بالصلح او بالتقادم او بالوفاء باي وسيله من الوسائل، هل يجوز التصدي فيها؟ لا، لان انقضت الدعوه الجنائيه. الوقائع الاخرى لو معلقه على شكوى او طلب او اذن، هل يجوز التصدي فيها؟ يبقى المحكمه من حقها تتصدى، لكن تتصدى في دعوه جنائيه ما ينفعش تترفع اصلا قدامها. واحد يقول لي يعني ما ينفعش؟ ما هو ما ينفعش قلناها قبل كده كتير جدا، كما لو كانت معلقه على شكوى او طلب او ايه او اذن، كما لو كانت انقضت بالتقادم او الصلح او باي وسيله، هل ينفع في الحالات ديت ان تعرض المحكمه او تتصدى لها المحكمه؟ لا. فتصدي لها ازاي؟ ما مش هتعرف قدامي باي شكل من الايه؟ من الاشكال. يبقى اذا شروط التصدي كم شرط؟ شروط التصدي شرطين. الشرط الاول لابد وان تكون المحكمه قد اتصلت بالدعوى اتصالا، الدعوى الاصليه اتصالا ايه؟ صحيحا. ثاني شرط لازم يكون من الجائز ان تتصدى المحكمه لهذه الوقائع الجديده او المتهمين الجدد. يبقى انا شفت معنى حق التصدي، شفت احوال التصدي، شفت شروط صحه الايه؟ التصدي. نيجي نشوف اجراءات التصدي. المحكمه تصدت يا جماعه ولقيت ان في متهمين جدد او في وقائع جديده او في امر اخل بالاحترام الواجب لها او باوامرها او اثر في القضاء واثر في الشهود، لما تتصدى تعمل ايه؟ هل ينفع الشخص يكون خصم وحاكم في نفس الوقت؟ يعني هل هي اللي تتصدى وتقول دول متهمين وهي اللي تحكم عليهم؟ لا. بعد ما تتصدى قدامها احد طريقين. الطريق الاول ان هي تحول المتهمين الجدد او الوقائع الجديده للنيابه الايه؟ العامه. عشان النيابه العامه تحقق من اول وجديد. او ان هي تندب قاضي من قضاتها علشان يحقق بهذه الدعوة. يعني المحكمه تصدت لدعوى جنائيه جديده هي. هل هي التي تقصد فيها بنفسها؟ ولا لازم يتعمل تحقيق؟ لازم تتعمل تحقيق، لانها لو فصلت فيها بنفسها تبقى بقت خصم وحكم في نفس الوقت، فمين اللي يحقق هنا؟ وتم كم طريق؟ طريقين، يا اما تحول الامر للنيابه الايه؟ العامه، يا اما بدل ما تحول الامر للنيابه العامه تندب قاضي من قضاتها للتحقيق في هذه الدعوه. واضح الكلام ولا مش واضح؟ وخلي بالكم لما تحول الامر للنيابه العامه او قاضي يندب للتحقيق، في الحالة دي سلطة التحقيق ترد الثامن سلطتها. يعني ممكن النيابة العامة وهي بتحقق تؤمر بقى لا وجه لإقامة الدعوة. وممكن النيابة العامة تحقق وتؤمر بإحالة الدعوة للمحكمة. بس بالعقل والمنطق. لو النيابة العامة أو القاضي المنتدب هل ينفع بعد ما حققوا وقالوا فعلا دول متهمين أو فعلا دي وقائع جديدة، هل تحولها لنفس المحكمة يا جماعة؟ ولا لازم لدائرة أخرى؟ لابد لدائرة أخرى. وما يكونش من بين الدائرة الأخرى عضو من الأعضاء اللي تصدم في الدائرة الأولى. ليه ده كله؟ علشان ما تبقاش المحكمة خصم وحكم في نفس الوقت. يعني إحنا دائرة محكمة مكونة من كم قاضي؟ ثلاث قضاة. فتصدينا لدعوة معينة. هل ينفع إحنا الثلاثة ننظر الدعوة دي مرة أخرى؟
قضي الامر الذي فيه تستفتيان، لا يجوز باي شكل من الاشكال. ليه؟ احنا هنحولها للنيابه العامه او هننتج قاضي مننا احنا الثلاثه علشان ايه يحققها، وسواء للنيابه العامه او هننتج قاضي مننا احنا الثلاثه علشان يحققها، هل لما يجي يحيلوا الدعوه هل يحيلوها لنفس الدايره؟ هنحيلوها لدايره ثانيه ايه؟ تمام. وما يكونش من بين الدايره الثانيه عضو من الاعضاء الذين قاموا بالتصدي، حفاظا على الحياد وعلشان ما تبقاش المحكمه خصم وحكم في نفس الوقت. يبقى كده هيبقى في كام قضيه بقى كده معروضه؟ قضيتين، قضيه معروضه على المحكمه الاولى وقضيه تحل دايره ايه؟ ثانيه. لكن لو كانوا مرتبطين ارتباطا لا يقبل التجزئه هتتحال القضيتين الى الدايره الايه؟ الثانيه. يعني في النهايه المحكمه لما تتصدى الدعوه الجديده هل هتنظرها مره اخرى؟ هتنظر الدعوه الايه؟ القديمه. ولو الدعوه القديمه والدعوه الجديده مرتبطين مع بعضهم ارتباطا لا يقبل التجزئه، هل ده مبرر ان انا اجيب الدعوه الجديده وانظرها برضه؟ لا، هاخد الدعوتين مع بعض واخدهم من قدام المحكمه ديت واوديهم لدايره ايه؟ اخرى، برضه حفاظا على الايه؟ على الحياد. ده حق التصدي هقوله لكم تاني. وصغير ومهم جدا 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 ودقيق جدا جدا جدا. تعرضنا فيه لمعنى التصدي وتعرضنا فيه لاحوال التصدي ولشروط التصدي ولاجراءات التصدي واثر الايه؟ التصدي. معنى حق التصدي. معنى حق التصدي يبتدي بمقدمه صغيره، يعني دايما وانت بتكتب في اي اجابه في الامتحان يبقى في مقدمه صغيره كده توضح له انك فاهم. قول الاصل عامل الذي يقطع الدعوه الجنائيه مين؟ النيابه العامه. لكن ممكن استثناء من ذلك المحكمه ترفع تحرك الدعوه الايه؟ الجنائيه، فيما يعرف بحق يسمى حق الايه؟ التصدي. حق التصدي يا جماعه بتعمله محكمه الجنايات او محكمه النقض عندما تنظر الامر للمره الايه؟ الثانيه. طب ما هي احوال التصدي؟ قلنا احوال التصدي كم حاله؟ ثلاث حالات. اولا اذا اكتشف متهمين جدد بجوار الايه؟ المتهمين الاولانيين، والمتهمين الجدد سواء بوصفهم فاعلين او بوصفهم ايه؟ شركاء. نمره واحد. نمره اثنين اذا اكتشفت وقائع ايه؟ جديده. نمره ثلاثه يا جماعه دي نقطه مهمه، اذا كان هناك امر حدث فين؟ خارج المحكمه يخل باوامر المحكمه او بالاحترام الواجب لها او يؤثر في القضاه او يؤثر في الايه؟ في الشهود. في احوال الايه؟ التصدي. طب شروط صحه التصدي كانوا كم شرط؟ شرطين. لازم تكون المحكمه اتصلت بالدعوه الاولى اتصالا ايه؟ صحيح. يعني لازم تكون مختصه والدعوه مقبوله وما قضتش بالتقادم، يعني اتصلت بالدعوه الاولى اتصالا ايه؟ صحيح. والشرط الثاني لازم يكون من الجائز ان هي تتعرض للدعوه الايه؟ الثانيه، يعني من الجائز ان تقوم بالتصدي، لان لو كان المتهمين الجدد او الوقائع الجديده صدر بشانهم امر بان لا وجه لاقامه الدعوه، هل يجوز التصدي؟ لو كان الوقائع الجديده او المتهمين الجدد يقوموا بشانهم قيد من قيود النيابه العامه الشكوى والطلب والاذن، هل يجوز التصدي؟ لا. لو كان انقضت الدعوه الجنائيه بالنسبه لهم بالتقادم او بالعفو او باي وسيله من الوسائل، هل يجوز التصدي؟ لا. يبقى ده شروط حق الايه؟ التصدي. اجراءات التصدي، اذا قررت المحكمه ايا كانت هذه المحكمه ان هي تتصدى، هل تتصدى؟ وتحقق هي وتحكم في القضيه كمان؟ لا طبعا، ما ينفعش تبقى خصم وحكم في نفس الوقت، امال تعمل ايه؟ قدامها احد طرفين، عندما تتصدى، نمره واحد ممكن تحيل الامر للنيابه الايه؟ العامه، نمره اثنين ممكن تنتجب قاضي من قضاتها يقوم بعمليه التحقيق، لكن الاثر المترتب على ذلك ان سواء حولتها للنيابه العامه او انتجبت قاضي من قضاتها، النيابه والقاضي يستردوا الحريه ولا ما يستردوهاش؟ يستردوها. ممكن يامروا بقى لا وجه لاقامه الدعم، وممكن يحولوا الامر للمحكمه. بس هل ينفع يحولوها لنفس الدائره التي تصدت؟ لا. لابد ان يحولوها الى دائره ايه؟ اخرى. وليس من بينها عضو الدائره الاولى التي قامت الايه؟ بالتصدي. علشان ما يبقاش خصم وحكم. وكده القضيه هيكون كام جزء بقى؟ جزئين. جزء معروض على المحكمة الأولى التي تصدى، والجزء الجديد معروض على الدائرة الإيه؟ الأخرى. طب لو الجزئين لا يقبلوا التجزئة ولازم يتعرضوا على دائرة واحدة، هل يتعرضوا على الدائرة القديمة التي تصدى؟ لا، يتعرضوا على الدائرة الإيه؟ الجديدة. بالبلدي كده ما ينفعش بعد ما نتصدى لا الدائرة دي تنظر الموضوع ولا أي عضو من أعضاء الدائرة ينظر هذا الإيه؟ الموضوع. خلي بالك حق التصدي دي عملية تقديرية للمحكمة ولا لا؟
من حقها هل مجبره ان هي تتصدى يا جماعه؟ لا، ممكن تقرر ان تتصدى، ممكن تقرر ان هي ايه ما تتصداش، حتى لو احد الخصوم طالب بالايه بالتصدي. يبقى العمليه تقديريه لمين؟ للمحكمه. ده فيما يتعلق باول حق ويسمى حق التصدي، ده استثناء ولا مش استثناء؟ نيجي للموضوع الثاني بقى، اسمه الادعاء المباشر. الادعاء المباشر هنا اللي بيحرك الدعوة الجنائية، هل المحكمة ولا المضرور من الجريمة؟ مين اللي بيحركها هنا يا جماعة؟ المضرور من الجريمة. ويا ريت اللي هيركز معايا، احنا المفروض ندرس معنى الادعاء المباشر. شروط الادعاء المباشر، آثار الادعاء الايه؟ المباشر. هقول لكم خمس دقايق الأول، اللي هيفهمهم هيفهم الموضوعات دي كلها الثلاثة. اللي هيفقدهم هيقصد الثلاث موضوعات. هقولها لكم بشكل مختصر ووجيه. مش موجود في الورقة. فلازم تفهموا مني. الأصل العام، من الذي يرفع الدعوة الجنائية؟ ولما النيابة العامة ترفع الدعوة الجنائية، المضرور من الجريمة بيرفع الدعوة الإيه؟ المدنية. يعني إذا المضرور من الجريمة منتظر إن النيابة العامة ترفع الدعوة الإيه؟ الجنائية. علشان بعد ما النيابه العامه ترفع الدعوه الجنائيه ينطوي تحت لوائها ويرفع الدعوه المدنيه الايه؟ التابعه. يعني اذا المضرور من الجريمه دايما بيستنى مين؟ النيابه العامه. لكن ممكن المشرع قال له ايه؟ قال له في الجنح والمخالفات ما تستناش النيابه العامه. ممكن تروح انت للمحكمه الجنائيه مباشره وتكلف الخصم بتاعك بالحضور لسماع الحكم عليه بالتعويضات. ايه الكلام الكبير ده؟ في بلدي بروح للمحكمه الجنائيه. هو انا ليا ان انا ارفع الدعوه الجنائيه اصلا؟ لا. بحرك الدعوه الايه؟ المدنيه. فاذا ما تحركت الدعوه المدنيه تحركت تلقائيا الدعوه الايه؟ الجنائيه. يبقى من الذي حركها هنا؟ المضرور. يبقى المضرور بيحرك الدعوه الجنائيه ازاي؟ هل بيروح للمحكمه ويرفع دعوه جنائيه؟ لا. ده هو بيروح في البلد كده يرفع الدعوة المدنية ايه بتاعته، وبالمصطلح القانون وبيعمل يروح للمحكمة يعمل تكليف بالحضور للمتهم، يقول يا متهم احضر عشان تسمع الحكم عليك بالتعويض في القضية الفلانية، مش بالعقوبة وإنما بالايه؟ بالتعويض. يعني هو بيحرك الدعوة الايه؟ المدنية. فإذا ما تحركت الدعوة المدنية تتحرك تلقائيا الدعوة الايه؟ الجنائية. كان أحد كبار أساتذة القانون الجنائي استاذنا المرحوم الدكتور حسن صادق المرسقاوي، لما تتخرجوا وترجعوا المراجع هتلاقوه من كبار اساتذه القانون الجنائي، كان يقول بان الدعوه المدنيه في هذه الحاله هي القاطره التي تجر وراءها الدعوه الايه؟ الجنائيه. لان مجرد ما تتحرك الدعوه المدنيه ايه اللي بيحصل للدعوه الجنائيه؟ تتحرك وتيجي بقى النيابه العامه علشان تباشر الدعوه الايه؟ الجنائيه. وتبقى الدعوه المدنيه بتاعتي انا اباشرها والنيابه العامه تباشر الدعوه الجنائيه. شفت حدود الاستثناء هنا ايه؟ هل انا اللي بباشر الدعوه الجنائيه يا جماعه؟ هل المضرور هو الذي يباشر الدعوه الجنائيه؟ لا طبعا. مش المضرور هو اللي بيباشر الدعوه الجنائيه. وانما النيابه العامه المضرور مجرد بيحرك الدعوه المدنيه فتتحرك الدعوه الجنائيه. وتاتي النيابه العامه لتباشر الدعوه الجنائيه. ده بيسمى الادعاء المباشر. وده استثناء على سلطة النيابة العامة في رفع الدعوة الجنائية. عايز أقول لكم لو كانت النيابة العامة من قبل ذلك أصدرت أمرا بألا وجه لإقامة الدعوة. طالما أصدرت أمر بألا وجه لإقامة الدعوة بالعقل والمنطق هل ينفع أعمل ادعاء مباشر؟ لا. لأن إحنا قلنا قبل كده وهنقول بعد كده إن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوة ليه حجية ولا ملوش حجية؟ على عكس أمر الحفظ زي ما قلت في المحاضرة اللي فاتت. يبقى إذا لو كان صدر الأمر بقى لا وقت لإقامة الدعوة لا يجوز الادعاء المباشر. لو كانت الجريمة متعلقة بموظف عام أو مستخدم عام أو أحد مأمور الضبط القضائي بمناسبة أداء عمل لا يجوز الادعاء المباشر. ضابط شرطة أضر بيا بمناسبة أداء إيه عمل، هل ينفع إن أنا أروح أعمل ادعاء مباشر؟ لا. الذي يحرك الدعوة في هذه الحالة النيابة الإيه العامة. قال لك ليه؟ قال لك لأني طالما موظف عام
او مستخدم عام او شخص ذو صفه نيابيه او مامور ضبط قضائي، دول ممثلين لمين؟ للدوله. لو اتحنا لكل الناس ان هي تعمل ادعاء مباشر عليهم مش هنخلص. فقال لك مفيش ادعاء مباشر في كام حاله؟ حاجتين. اذا صدر من النيابه امر بان لا وجه لاقامه الدعوه. او اذا كان الشخص موظف عام او مستخدم عام او شخص ذو صفه نيابيه او مامور ضبط قضائي. في الحالات دي كلها هل يجوز الادعاء المباشر؟ لا. ده معنى الادعاء المباشر. يبقى ما معنى الادعاء المباشر؟ ان المضرور من الجريمه بيعمل ايه؟ بيروح يحرك الدعوه المدنيه، بيكلف المتهم بالحضور لاستماع الحكم عليه بالعقوبه ولا بالتعويضات؟ بالتعويضات المدنيه. فتتحرك الدعوه الايه؟ المدنيه، وتتحرك تبعا لها الدعوه الجنائيه. لكن لا يجوز الادعاء المباشر في كم حاله؟ في حالتين. الحاله الاولى اذا صدر من النيابه امر بان لا وجه لاقامه الايه؟ الدعوه. الحاله الثانيه اذا كان الامر متعلق بموظف عام او مستخدم عام او شخص ذو صفه نيابيه او مامور ضبط قضائي بمناسبه اداه العمل بتاعه. لكن عرفنا ما معنى الادعاء المباشر. طب من الذي يقوم بالادعاء المباشر؟ مين بيعمل الادعاء المباشر يا جماعه؟ من؟ المضرور ولا المجني عليه؟ المضرور ولا المجني عليه؟ المجني عليه ولا المضرور؟ ركزوا كويس. نعم؟ انا بسألكم، هو المضرور ولا المجني عليه اللي بيعمل الادعاء المباشر؟ طب مش المضرور هو المجني عليه؟ بصوا يا جماعه عبقرة، كل واحد شغل دار الافتاء. فعلا بعضكم كلامه صح. انا بقول لكم الذي يقيم الادعاء المباشر هل المضرور ولا المجني عليه؟ انا قلت كلمه الايه؟ المضرور، وانا اقصدها لان مش المجني عليه. ايه هو الذي يقوم بالادعاء المباشر؟ هيرد عليا واحد يقول لي طب ما المجني عليه هو المضرور. اقول لك ايوه في اغلب الاحوال المجني عليه هو الايه؟ المضرور. لكن في ساعات يبقى المجني عليه غير ليه؟ غير لا مثلا بس ده مش الادعاء المباشر عموما. الشخص القتيل هو المجني عليه، لكن اهله هو المجني عليه ولا المضرور؟ المضرور. يبقى في فرق بين المجني عليه وبين الايه؟ المضرور. انا لو اودعت عندك شيء انت المود على مين؟ وشخص اعتدى واسلف هذا المال عندك انت المجني عليه، لكن انا ليه؟ المضرور. بالبلدي كده تختلف حالات المضرور. الاكثر عام ان غالبا المجني عليه هو اللي بيكون الايه؟ المضرور. لكن هناك حالات يختلف فيها المجني عليه عن المضرور. السؤال من الذي يقيم الادعاء المباشر؟ المضرور. المجني عليه هل ينفع يعمل ادعاء مباشر؟ لا، الا اذا كان مضرورا من الايه؟ من الجريمه. يبقى من الذي يقوم بالادعاء المباشر؟ المضرور وليس المجني عليه. لو المجني عليه مضرور من الجريمه يعمل ادعاء مباشر مش بصفة مجني عليه وإنما بصفة إيه؟ مضرور. لكن لازم يكون الضرر الذي تحقق للشخص ضررا مباشرا وشخصيا ومحقق الوقوع. يعني عشان تعمل ادعاء مباشر يا مضرور لازم يتوافق الضرر كم وصف؟ ثلاثة. أولا أن يكون الضرر ضرر إيه؟ مباشر. ثانيا أن يكون الضرر ضرر إيه؟ شخصي. ثالثا ان يكون الضرر محقق الوقوع. الضرر مباشر ازاي؟ ممكن يحدث لي هذا ضرر كما لو كان حدث التلفيات العربيه بتاعتي بس انا مامن عليها، خدت المبلغ من شركه الايه؟ التامين. انتوا عارفين من سنه تالته لما باخد مبلغ من شركه التامين هل انا برفع دعوه التعويض ولا شركه التامين هي اللي بترفعها؟ شركه التامين هي اللي بترفعها. هل ينفع شركه التامين تعمل ادعاء مباشر؟ واحد يقول لي ليه؟ ما هي مضروره. اقول لك مضروره، بس هل الضرر هنا ضرر مباشر؟ لا. يبقى اذا انا اللي مضرور ممكن ارفع دعوى لايه؟ التعويض، او اعمل الادعاء الايه؟ المباشر. لكن لو انا مضرور خدت مبلغ من شركه التامين، هل ينفع شركه التامين تعمل الادعاء المباشر؟ ما تعملش، رغم ان في ضرر، بس الضرر ليس ضررا ايه؟ مباشرا. فده اول وصف لازم يكون الضرر ضرر ايه؟ مباشر. ثاني وصف لازم يكون الضرر ضرر شخصي. لازم يكون الضرر ضرر ايه؟ شخصي. واحد يقول لي ضرر شخصي يعني ايه؟ ما ممكن يكون مباشر وما يكونش شخصي.
مفيش شركه تامين ولا حاجه. انا دلوقتي المضرور وعملت حوالت حقي في التعويض لشخص اخر. عارفين في حاجه اسمها حوالت ليه الحق؟ ان انا ليه اي حق ايا كان ممكن يتنازل عنه لشخص اخر. فنفترض ان انا تحولت الحق بتاعي في التعويض لشخص اخر، يعني هو اللي يرفع دعوى التعويض. هل يجوز له الادعاء المباشر يا جماعه؟ ما هو تحوله الحق. لكن هل الضرر حدثته شخصيا في هذه الحاله؟ لا. يبقى الضرر هنا لابد وان يكون ضررا ايه؟ شخصيا. اخر حاجه في اوساط الضرر لازم يكون الضرر محقق للوقوع، بس خلي بالكم سواء محقق الوقوع حالا او مستقبلا. يعني مش لازم يكون محقق الوقوع يعني وقع بالفعل، لا ممكن يكون وقع او ممكن يكون هيقع في الايه؟ في المستقبل، بس يكون مؤكد بطريقه مؤكده انه زي سيقع. يبقى اذا خلاصه الكلام، من الذي يقوم بالادعاء المباشر او المضرور من الجريمه؟ المبني عليه، هل يجوز ان يقوم بالادعاء المباشر؟ لا، الا اذا كان مضرورا من الايه؟ من الجريمه. هناك اوصاف الضرر اللي يخليني اعمل الادعاء المباشر، لازم يكون الضرر ضرر ايه؟ مباشر. شركه التامين هل ينفع تعمل ادعاء مباشر؟ لا. لازم يكون الضرر ضرر شخصي، اللي انا اتنازلت له عن حق التعويض هل ينفع يقوم بالادعاء المباشر؟ لا. لازم يكون ضرر محقق.